كان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنينا المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يارب تفضل. أحسنت عمي يابر أحسنت. حياك 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 حمزة. أوه حمزة. نعم أنت تذكرني أنا؟ هو حد غيرك اسمه حمزة؟ إيش تبغى؟ أباك تجي عندي هني. هاي عندك هناك؟ أباك يني في الليل. أنا؟ نعم أنت؟ إن شاء الله إن شاء الله. هذا الصدر من؟ هذا الخميس، هذا الخميس أسود. الخميس. نعم. كم أقول؟ بيسة. من يزيد؟ بيسة. بيستين من يزيد؟ ثلاث بيسات. أربع بيسات. خمس ونص. ست بيسات من يزيد؟ ما حد يزيد؟ عندك سجل بس سمع بيه. إن شاء الله قم. كم أقول هذا الكلام؟ لحظة لا تبيع. لحظة لا تبيع قلنا لك. خير ايش هناك؟ اسكت هذا ما يخصك. كيف ما يخصك مع السمك يا شارنا؟ وش هذا ما عم يعبر؟ هل من هذا الشلعج؟ مالي أنا ليش من السمك غير عندك على الكنعج؟ عندي هذا وهذا وهذا خير ان شاء الله. ليش؟ بس ما خصك. عدوان؟ نعم عدوان. خذ هذا الكنعج ان شاء الله. كيف ياخذ الكنعج؟ اقول لك مالي. بس عدوان؟ نعم عدوان. ودي بيت عمي ابر ان شاء الله. كم اقول هذا الصيد غزال؟ خمس بيسات. من يزيد؟ خمس ونص. من يزيد؟ ست بيسات. من يزيد؟ ما حد يزيد؟ عندك مازن بس كرقاد يا ولدي. يلا قوم الله يهديك مازن. الناس شرقت وغربت وانت بعدك راقد. قوم الله يهديك يا مازن. مازن يلا. ماما صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور يا ولدي. يا ويه السرور انت. سير يا ولدي غسل ويهك واعي عابد اللي شرواك بعد ذاك. بنطبل بعده. زين صليت يا مازن؟ الحمد لله صليت ورديت رقدت الحمد لله رب العالمين. خلا سير يا ولدي سير. أبا سير أشوف ياسر. توبة تمشين؟ هي نعم بسير أشوفه. مزين احترقت. يلا الحين يا برهش ورا مجرب منا مازن هذه الأيام. والله شيء يحير. لا يكون عشان يبى يزوج بنته خولة. والله يمكن. وبعدين ما بيلاقي مثل مازن.
ولد عمها وهي تبى. فين عابد زقرته؟ نسيت عابد. عابد ها مازن ها قايم تعال تعال يلا يا جاي. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. صباح النور يا ولدي يا عابد. صليت ولدي؟ صليت خالتي، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. زين أنا بسير عنكم، بسير أشوف ياسر. زين والريوق ذاهب في المطبخ. بس ما يهمك. السلام عليكم. السلامة. السلامة. راوية القهوة. مش مشات ريوق مش؟ يلا. الله تحيرنا. يلا يلا. أشوف عمي تأخر اليوم. أشوفه ما من عوايده ليكون وصانا بشيء وإحنا ما سوينا. والله ما أدري، يمكن قال لك أنت. لا 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 أنا ما قال لي شيء. هاي الحال إيش خايف؟ على كيفه، متى هاي المي ليكون صار عند البحر؟ يمكن ترى هناك لنش ماله ولازم بيمشي. أنا بصراحة خايف لا يروح هناك وما يحصلنا. ونحن هين بنقسم عمرنا، هني ولا هناك؟ بس 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 اسكت اسكت، هو مازن جاي. السلام عليكم. انزين الحين عاد أنا بسير عنك. أنت بتولي واصلين؟ بسير عند ياسر وعقب بعدني بطوف على حمزة. زين بس لا تأخر. لا لا ما بتحير، بيجيك لي عقب. زين يلا بسرعة. يلا يلا إن شاء الله. نشته يمكن يعرفه. وين من عم يابر يا خبي؟ وانت عورك لسانك ما تعرف تنشد بروحك. اسمك انك ما في خير غيبة عينك. صباح الخير مازن. عمان صباح النور. اقول لك ما شفت عمي يابر؟ لا هو بعد ما وصل. لا سلم كلكم عند البحر، حد منكم راح يشوفه؟ لا يصير واحد منكم يشوفه. هدوان سير شوف عمي يابر عند البحر. ما في بار، سير انت. وانت دوم ما يلك بارض. تبى تسير سير، ما تبى تسير ما حد مغصب عليك. بطولون انتو يعني وايد بتعازمون. بيصير واحد منكم ولا انا بسير؟ لا لا استريح استريح مازن، انا بسير. هذا ما اعرف ايش في اليوم. ما عليه يلا سير انت، شوف عند البحر. ده ما لقيت روح شوف البيت. ما يهمك مازن بسرعه. ها حمزه عيبك اللينج. صراحة عمي عمري ما ركبت لنش مثله. ايش رايك اني اخليك تسافر مع الجماعة بعد شهرين واعطيك بعد اكثر منهم؟ لا تستغرب يا حمزة، بس تراني ابى منك خدمة. ان شاء الله عمي انا حاضر، هذه اذا كنت تقدر عليها. لا تقدر وزود يا حمزة. زين قول عمي هيش تبى وانا حاضر كما قلت. اباك تقتل ياسر. اقتل ياسر؟ جيت له تسوي فيه اللي تسوي، المهم تخلصني منه. اقتل صاحبي؟ ولك 50 قرش يا حبسه. ولو كل كنوز الدنيا يابر ابد ما اسوي هالسواه. انت ليش ما تفهم؟ انا بمصلحتك. ومصلحتي اني اقتل صاحبي؟ زين سير قتله انت، ولا علوان ولا هدوان. لما قتلتك انت ما عشان شيء مخبل. عيل عشان هيش؟ عشان انت تقدر تدخل بيت ويا حمزة. لا وبعد تباني قتله افتيته. هو الحين ترى طايح في فراشه من الضرب اللي ياه، لو خنقته ما بيقدر يمسكك. زين سير خنق انت. انا اخترتك انت عشان ما حد يشوف فيه. يعني انت تصير معي كأنك ما تصير معي، ولما تكون وحدك معه خنقه واطلع وبيقولوا مات موتة رب. ظالم ظالم طول عمرك ظالم يا يابر ظالم. انا ظالم؟ انا ظالم يا حمزه؟ ها ودرني اقول لك ودرني خلني اسير عنك. ايه تسير عشان تفضحني قدام الناس؟
شوف انت لازم تختار، يا يعني تقتل ياسر او تموت، ويموت معك اللي سمعته مني. بقول لك ودرني ولا وعدك اني ما بخبر حد باللي سمعته. يا على من الكلام هذا؟ لازم تموت. خلني اسير. لازم تموت. عليكم السلام. خير؟ خير من هنا هي الخير. خلصيني ايش تبي؟ وعن الصدعة ابا يابر ما موجود. ما موجود؟ هين سار؟ ما قال لي هين ساير. من متى هو طالع؟ من الصبح، واليوم طلع من وقت. ها هيش بعد؟ لا ما شيء، بس لما هي يقولي لنيت اسال عنه. ان شاء الله بخبره. تامرين شيء ثاني؟ احسنتي. زين ما تعرفين متى بيرجع؟ ما خبر. مشكورة، مع السلامة. ايش تبغى يا بربحت؟ ايش هناك؟ يا ربي ايش الورطة اللي تورطها؟ هذا اللنش مكانه؟ وعن بيابر ما له اثر، يمكن يكون في البيت. لا لا لا، يمكن يكون يالس في اللنش مستريح. بس قر عليه. عمي يابر، عمي يابر، عمي يابر. بسيرة تشوفه. أشوف علوان تأخر. الغايب عذره معاه. أخاف لا يكون ما لقاه عند البحر. أكيد بيحصله في البيت. بس لا يكون مريض أو شيء لا سمح الله. لا ما أظن، بتحصله جالس في البيت يريح شوية. بس أنت لا تشغل بالك. ما من عادته، لهالسبب أنا مشغول عليه. وبعد أنا متعود كل يوم أشوفه هني، من يوم ما قعدت في الدكان وأنا أشوفه كل يوم هني. بعدك بتشوفه إن شاء الله، لا تخاف. أنا ما خايف يا هدوان، بس مستغرب شيء تعودت عليه من سنين. لا صدقك، وترى هو عمك، والظفر عمره ما يطلع من لحم مثل ما يقولون. صحيح صحيح يا هدوان. يلا عسى خير ان شاء الله. عسى خير ان شاء الله. يلا من رخصتك. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا نواره، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شو اخبار ياسر؟ الحمد لله، واجب الشكر على كل حال. الحمد لله رب العالمين. انت كيف حالك يا مازن؟ انا تمام بخير. وخالتي اصول كيف حالها؟ بخير الحمد لله. شفتي ما حصلتيها عندنا في البيت؟ لا. ايه اكيد على ساره بيتكم عشان تشوف ياسر. فيها الخير والله، اكيد خالفنا في الدرب. المهم خلني الحق عليها قبل ما تسير. يلا سلمي على ياسر. سلم. بمر عليكم المغرب ان شاء الله. عمي يابر، عمي يابر. غريبه، يمكن يكون في البيت. اسير اشوفه. Thank you.
هسه ايش مستوي؟ ما مستوي شيء، ما مستوي شيء. كيف ما مستوي شيء وانت ثيابك متبلله؟ علامك هسه صاير ماشي ماشي، قلت لك ماشي ماشي. شيء اقول لك ثيابك متبلله؟ ثيابي متسبح بحر، ارتحت الحين؟ يلا انا ساير عنك. تعال وين ساير؟ علامك كيف تنعفض؟ ايش مستوي؟ حد يركض وراك؟ لا لا زين حبزه، حبار منك، حد قايل لك شيء، حد مسوي لك شيء، قول لي تراني العابد. لا قلت لك لا لا لا، خلني اسير الحين. زين حدي نفسك انت، حدي نفسك الله يهديك. علامك كيف مستعيل؟ ايش تبغى؟ انت تبغى؟ ارجوك يا عابد خلني اسير البيت وبعدين بخبرك. تعال هني، انت تبغى تسير البيت الحين؟ توني انا جاي منك من بيتكم مدورنك وما لاقينك، بعد تبغى تسير؟ يا عابد ايش اقول لك؟ يا عابد خلني اسير البيت بعدين ارجوك، لا تخبر حد انك شفتني بهذه الحاله. يلا نتلاقى بعدين. يا ترى ايش مسوي يا حمزه؟ ايش مسوي حتى ما تباني اخبر حد؟ هني عمي؟ لا والله طلع من الصبح. لحظة بسأل عمتي. انزين عمتي؟ عمتي هيش هناك خولة؟ هذا علوان يسأل عن أبوي. علوان؟ هيش هناك خير؟ خير، ما لقينا عمي في السوق، قلت ايه يسأل عنه. هو اليوم طالع من وقت، أظني بيصير يشوف اللنج عقب بييكم السوق. أنا سرت اللنج وما حصلت حد هناك. يمكن ساير مع حد؟ والله ما أعرف، يمكن. غريبة، مازن هناك في السوق؟ مازن؟ مازن هو اللي مطرشني أسأل عنه. يمكن ساير مع حد وبيرجع الحين. يمكن. يلا مع السلامة. لما يرجع طرش حد يطمنه. إن شاء الله، مع السلامة. مع السلامة. هين صار؟ علمي علمك. يلا عسى خير إن شاء الله. خلا خلا دخل وسك الباب. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. الله يسلمك يا خالتي، الله يسلمك ويزاش الله خير. تعبتي نفسك يا خالتي. ما شي تعب يا ولدي، بس اللي اريده منك ان اللي صار ما يخليك تسكت عن حقك. ترى ساكت عن حقه مثل الشيطان. ايه يا خالتي، ايش تبيني اسوي؟ انت شايفه يابر اللي سواه معي. إيه اللي سواه معي ما يسوي غير إنسان ظالم. والظالم هين بيصير من ربه؟ ويابر هذا ما عليك، بتيه من الله، بتيه، لا تستعيل. هو القادر على كل شيء. أنا اللي قصده يا ياسر يا ولدي إنك لا تيلس، سو لك هوري من أول ويديد واشتغل. وهين الفلوس اللي بشتري بهن الهوري؟ هين أنت ريال، والريال ما يجلس ويقول ما عندي، لا يتحرك وربك يسهل. عاد أنا بصير عنك، الظاهر إن النوارة بتتأخر يا ولدي. سلامتك يا ولدي. الله يسلمك، وهذه نوارة وصلت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام يا بنتي نوارة، مدام وصلتي بالسلامة بصير عنكم. هين بتسيرين؟ يلسي يلسي يا خالتي. بصير يا بنتي وراي طباخ. يلسي نحن يالسين. استريحي يا خالتي أصول، استريحي بتواحين. إن شاء الله ولادي. جزاك الله خير. كيف حالك يا خالتي؟ الحمد لله بنتي، كيف حالك انتي؟ الحمد لله بخير. تأخرت يا نوارة. لا تأخرت ولا شيء. ها ماجد قمت؟ أيوة. تريقت؟ لا. ليش ما تريقت ولا مجهزت حالك؟ ما اشتهي. زين سير المطبخ تريق وخذ معك الكيس. قوم يا ولدي قوم وتريق يا ماي. شو ما عارف علامة ماجد، كل ما أبا كل ما اشتهي، ما عيبني ما ياكل. يمكن صدق الولد ما مشتهي. انت عاد الله يهديك، ماجد كل ماجد شراب وماجد نوارة. خلي على راحته يا مازن، انت السبب في كل اللي قاعد يصير. انا السبب؟ هي نعم انت السبب.
وأنا إيش في يدي أسوي وما سويت؟ أصالح هذا وراضي هذا واتدخل بين هذا وساعد هذا، إيش أكثر من شي بعد أسوي؟ ومن المستفيد في النهاية؟ عمك. أنا يا عمي ما أقدر أسوي أكثر من اللي أسويه. لا تقدر يا مازن، وانت عارف ان عمك ظالم الناس. اعرف اعرف يا عمي، اعرف كل شيء، بس انا ما بيدي اسوي شيء، ما اقدر اسوي شيء. شور علي انت، دلني، قول لي ايش اسوي. وقفله، امنعه، لا تخليه يسوي اي شيء. اوقف قدام عمي وتاكد ان الناس ما بتخليك روحك، اكيد بتوقف معك. لا ما اقدر. وهيش اللي يمنعك؟ اللي يمنعني شيء كبير يا عمي. حصلتوه؟ من هاي اللي حصلتوه؟ أنا ما خوفتني. ايش خوفتك؟ ايوه خوفتني. حد يحل حد هو باله مشغول يسوي لك ايه؟ وانت ما شاء الله عليك بالك فيش مشغول. مشغول على عمي يابر. خير ان شاء الله. علام عمك يابر. وبعدين من هاي اللي حصلتوه ما حصلتوه؟ عمي يابر. علامه ايش في؟ ما يانا اليوم ولا شفناه. لين الحين؟ عظهر؟ لين الحين، وسار علوان يدور عليه وبعده ما رد. يمكن في البيت؟ سير شوف انت، ترى هو نسيبك. نسيبي صح، بس انا ما اسير بيته. وليش عاد؟ ماشي بس عشان انت. ايش قصك؟ كان علوان وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها حصلتوه؟ لا والله ما حصلنا. ولا في البيت؟ ولا حتى في البيت يا عمي. زين ما يعرفون هين سار؟ لا والله ما حد يعرف، ولا هو قالوا هين ساير. غريبه. اما صدقك غريبه، ما من عوايد يابر يسوي كي. لكن قالوا لي في البيت، يمكن يكون راح عند حد من أصحابه. يمكن بعد. سبحان الله، من أصحابه اللي راح معهم. يا جماعة خلونا نصبر لين العصر، أكيد بيهني. على بل تلاقى في السوق. على خير. يلا. خاولة، في ايش تفكرين؟ افكر في ابوي هين ساير. لا تخافين عليه، ما بيصير مكان، والحين بيرجع وقت الغداء. بس هين الظن ينسار. ايش لنا هين ساير؟ ريال وساير في شغله. عابد، ها ايش فيك؟ ماشي. كيف ماشي؟ ايش فيك علام؟ كيت وقعدت، لا سلام ولا كلام ولا شيء. مازن ماشي، قلت لك ماشي. حتى ما تحكيت، ايش فيك انت؟ مازن ارجوك خلني وحدي. زين قول لي، خبرني، حضار بنك؟ حد مزعلنك؟ قلت لك ماشي. اوه، يعني حرام الواحد يقعد يفكر شويه. زين ويش قاعد تفكر؟ مالك شغل، هلا كتني تراك مازن. هذه اخرتها يا عابد، انا مالي شغل. زين مازن انا ما قصدي، بس خلني شويه ارجوك خلني. تبى تقول قول، ما تبى تقول كيفك. لا مازن صدقني انا ما قصدي، والله العظيم ما قصدي، بس انا تعبان شويه، تعبان اليوم. المهم انا ساير البيت، سدد الدكان والحقني ان شاء الله. يلا. قتلته، بس ما كنت قاصد. ايش بسوي الحين؟ اكيد بيعرفوني ان انا اللي قتلته، اكيد.
وبيقتلوني. ايوه بس ما حد شافني يوم قتلته. يمكن عابد يقولهم، لكن عابد ما شافني يوم قتله. بس الخوف انه يقولهم لقيته يركض وخايف، ويمكن تلاقيه قالهم. عابد ولدي علامك ما تاكل. اكل خالتي اكل. لا ما تاكل يا ولدي، هين اكلك ضاري وهين اليوم. خالتي الله يهديك اكل. ها شوفي ها. لا ما تاكل يا عابد، علامك شي يعورك؟ لا خالتي الحمد لله ما يعورني شي. مازن هيش في عابد؟ اعرف هاي قدام سيليا ايش في؟ انت مزعله ولا شي؟ عزه لا زعلت ولا شي، بيكون يحب علام. تشوف عليك انا قلت يمكن انا اللي احب انا ولا انت يا قيس؟ تعال صح قبل انسى. ايش عندك عمي يابر؟ خير ان شاء الله. ايش بعد مسوي من الصبح طالع ولين الحين ما رد؟ والله يعلم عاد رد ولا لا. وهين بيصير يعني؟ اكيد عند حد من اصحابه، ولو انه ما عنده اصحاب. والله ما اعرف، وبعدين غريب اول مره يطلع ما يقول حال حد، تراهم خايفين عليه. ويابر بعد ينخاف عليه؟ يابر يخوف ما ينخاف عليه. زين حتى حرمته وبنته ما يعرفونه ساير؟ اقول لك ما يعرفون، هو اصلا من سار ما قال حال حد. ما تفهم انت. لمتى بنظل على هالحالة؟ ايش فدينا نسوي وما سوينا؟ نصير ندور عليه. فين؟ ما اعرف، نصير ندور عليه في اي مكان. صبري يا خولة صبري، يمكن الحين بيجي. الناس تغدت عاد، وهو من طلع من الصبح للحين ما رد. انا قلبي ما مطمن. يمكن تغدى عند الناس اللي ساير عندهم. هو نحن نعرف عند من ساير؟ ما دام تاخر لحد الحين أكيد ساير مع حد من ربعته، وما خلوه تغدى عندهم. والله إيش أقول لك؟ إيش بتقولين بعد؟ قومي بنتغدى وبنبقيله، وإذا طلع متغدي ترى متغدي، وإذا ما متغدي الأكل موجود. أنا مالي نفس، تغدي بروحك. لا تخافين يا خولة، أبوك ما ريال صغير، والغايب حجتمع. ما أعرف، حاسة بشي غريب. لحد متى نحن بايل السنة؟ إلين ما يا عمك يابر، وإذا ما يعني بنبات هني؟ أكيد أكيد بي هين بيصير يعني. المهم أنا يوعان وبتغدى. كيف بتتغدى وعمك يابر مبهني؟ المهم أنا بسير عنك. هين ساير هين ساير. إلس 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 بسنا في البيت، بسير أشوف لي شيء أكله. يلسي يا خولة يلسي شوية صبري. أي لسي ايش اسوي وانا ما عارفة ابوي ايش صاير فيه؟ زين واللي تسوينه هو اللي بيخليه يرجع؟ عمتي خليني بروحي بروحي، ما عارفة ايش اسوي. وهيش تبعنا نسوي؟ بنتين نحريم وما نقدر نسوي شيء غير لا حول ولا قوة الا بالله. والنعم بالله، بس انا ما بسكت. وهيش بتسوين؟ بصير ادور عليه. وهين تصيرين تدورين عليه؟ بصير حال مازن وخليه هو يدور عليه. الحين؟ الحين. أين متى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أين بتصير هالبنت؟ يلا، صرت عنك. السلام عليكم عمتي. عليكم السلام، هين ساير؟ ساير بيتكم. عمي ما وصل؟ لا لحد الحين بعد ما وصل. لحد الحين ما وصل وانا خايفة عليه. زين والحين هين تبين انتي؟ ساير المازن
علشان أخبره يدور عليه. هين يدور عليه؟ المهم يدور عليه في أي مكان. يلا مع السلامة. خلي مازن يينا عشان بنصير معاه. هين ييكم السوق. يا ترى إيش في حمزة؟ الحالة اللي هو فيها غريبة، كأنه مسوي شيء وخايف. لا، السالفة أكيد وراها سر، وسر كبير بعد. لكن ما عليك يا حمزة، أنا لازم أعرف. ياك ياك إن شاء الله إن شاء الله. هل خولة؟ مازن أبوي مازن. عمي إيش فيه؟ من طلع من الصبح للحين ما رجع. كسار عند حد من ربعه، حد عزم على الغداء. ما قال شيء غير إن ساير الشغل، ما عرف يتأخر لهالوقت. مازن من هناك عند الباب يا ولدي. هذه خولة ما خولة. خولة؟ تعالي يا بنتي تعالي تفضلي. خير يا بنتي، ايش هناك؟ ايش مستوي؟ يا خالتي ابوي من طلع من الصبح للحين ما رجع وانا خايفه عليه. ما قال لي نساير. ما قال غير انه عنده شغل. زين يلسي استريحي شويه يا بنتي. احسنتي يا خالتي، بس انا جايه اخبر مازن. خولي سير البيت انت الحين، انا بصلي وبسير السوق بعد امشي ندور عليه. ان شاء الله، وخذ معاك علوان وهدوان. بمر عليهم ان شاء الله. يلسي الحين انت هني استريحي شويه. لا يا خالتي احسنتي، انا لازم اروح. يلا مع السلامة. مع السلامة. الله معاك يا بنتي. وين بتدوروا عليه؟ بندور عليه في كل مكان، بعد ايش اسوي؟ يا بر هذا تلاقيه يالس في مكان ويبى يعذبكم بس. لا ما اعتقد، ما وبعدين هذه أول مرة يسويها. أنا خايف لا يكون مستولى شيء بس. يا رب ايش هذه الحالة؟ يا رب لطفك يا رب. انت تعلم اني ما قصدت قتله. اطلع من البيت، هين اسير مالي مكان. اطلع من البلاد، ابوي هني ما اقدر اشله معي. ايش هذه الحاله؟ أكيد الحين لقوه ميت عند اللنج ويالسين يدورون، وتلاقيهم جايين وراي ويايبين قفار ويقفر ثواري وبيعرفوني. وأكيد عابد بعد قال لهم بيقتلوني بموت. مازن انتبه يا ساير. ساير بعد ما سمعت خولة ايش تقول؟ سمعت يا خولة. زين على ايش تسأل بعد؟ يعني دحين من صدقك بس تدور عليه؟ على ايش تباني اسوي؟ خليه يغيب ودره، وعشان خولة ياتك يعني. عابد انا هذا الانسان ما حمله وما اطيق بعيشة الله، لكن ايش اسوي؟ هذا واجب انساني. واجب انساني ها؟ مازن انت ما له ما تطيقه وبس، انت تكرهه والود ودك ما يكون له وجود اصلا. هذا صحيح. ايش تباني اسوي؟ خولة يا عابد مجيدتني، هذا كله عشان راضيه وراضيه. الله يهديه بس. يلا ما اعرف ايش اقول لك بعد. لا تقول ولا زيد، يلا تعال امشي معي. يلا يا جماعه، بعد ما وصل انت ما صرت بيتهم؟ لا والله ما صرت بيت، للحين ما رجع وما في اي خبر عنه. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ما قلتوا لي ايش ناويين تسوي؟ ايش نسوي بعد؟ ننتظر مازن لين ما يجي. ومازن هين صار؟ ها هذا مازن وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عابد خوز عني بس. عابد ما وقت الحين، احنا فيش ولا فيش الحين. عابد بس من عندنا خوز عني. خوز ها ايش ناوي تسوي؟ والله ما اعرف يا علوان. انا من رايي جماعة الخير انكم تصبروا شويه. لين متى نصبر يا علي؟ لين ما يحل علينا الليل وبعدين ندوره. ما نقدر ندور عليه بالليل، ما نقدر. الدنيا ظلام بتكون وما بنشوف شيء. احسن شيء ندور على وضح النهار. زين وايش الشور عندك الحين؟ كيف بتدور عليه؟ يا جماعه الخير، يا جماعه اللي بمساعدتكم. خير مازن؟ ايش هناك؟ قاعدين ندور على عمي يابر. عمي يابر طلع من البيت ولحين مرد
وما نعرفه هين. فإذا حد منكم شافه وشي خبرنا قبل لا نمشي ندور عليه. لا والله يا مازن ما حد منا شافه. عاد ما في غير رأي واحد. خير إيشنا؟ نقسم عمارنا مجموعات. علوان آمر خذ أنت مجموعتك ومشوا غربة. علي نعم أبو مساعدتك تبع. حاضري خذ مجموعة ومشوا صوب البحر. فعليك وأنا بأخذ مجموعتي وبنمشي مشرجة. يلا يا جماعة خير وراي. توكل على الله. يلا وراي وراي. يلا يا جماعة. يلا يلا مشينا. قدموني. يلا حبيبي. غريبة كل الناس هني غير حمزة ما حد. يا ترى هين انت يا حمزة هين؟ يلا صبر ويابر من لله. ايه ونعم بالله ونعم بالله. يابر لقيتوه ولا ما لقيتوه؟ لا ما لقينا. دورنا عليه بعد ما حصلنا. دورتوا عند الخرابة؟ دورنا عند الخرابة. الحين ايش هذا؟ ما حصلنا بر. زي صرتوا هذا صوت ناس؟ صرنا ايش مستوي لهم؟ بعد ما حصلنا ما حد بصير اشوف لهم. اهم شيء اهم شيء. ها خير خير هيش مستوي؟ ان شاء الله خير. يابر يابر ايش في يابر علامه؟ يقولون يابر طلع من الصبح وللحين ما رجع. لمتى بنجلس تشي؟ انا خايفه لابوي يصير فيه شيء. واحنا هين بندور عليه غير في بلادنا. لا تخافين يا خوله ان شاء الله خير. كيف ما خاف؟ ابوي عمره ما غاب عن البيت وما قالنا هين ساير. الغايب حجته معه. تراك خبرتي مازن والناس سايرين يدورون عليه. واذا ما لجوه هو هين بيصير؟ ابوك ما ريال صغير عشان يدورون عليه ويمكن يلاقيهم في الدرب وبينازعهم بعد. هذا يابر يابر يا خوله. لانهم خايفين علي يا عمتي. بعدين خلي يلجونه قبل. الله يستر الله يستر. بس يا اخي انت ايش تبى مني؟ قلت لك خلني بحالي خلني بحالي. خايف عليك يا حمزه خايف عليك. لا لا تخاف اطمن. لا ما بخاف عليك انت. بخاف على من؟ صديقي وربيعي لازم اخاف عليك. ايش اقول للحين؟ اقول له انا قتلت يابر. اخاف يخبر علي ويورطني. ايش اسوي معه؟ ايش اسوي؟ علامك فيش تفكر؟ ها ماشي قلت لك ما فيني شيء خلني بروحي. يا اخي علامك ابى اعرف ايش فيك. قلت لك ما فيني شيء ما فيني شيء. ها ايش هذا؟ ايش؟ ايه هذا اصوات ناس سايرين يدورون يابر. كيف ما تعرف انت غايب من الصبح عنهم ما حد يعرف وين ساير. يابر نعم يابر. وايش جايين يسوون عندي؟ ما يسوون شيء. هذول كانهم جايين عندي. ايش يبون؟ حمزه علامه ايش فيك؟ كيف ايش في؟ هذول جايين قتلوني اعرفهم. جايين قتلوني. ليش قتلونك؟ علامك ليش مسوي؟ احد غيرك انت اللي قايل لهم. انت اللي قايل لهم. اعرفك انت اللي قايل لهم. لكن ما بتطلع من البيت ما بتطلع من البيت. حمزه علامك اسمعني وهدي نفسك هدي نفسك. قول لي ليش مستوي؟ انت اللي قايل لهم. انت اللي قايل لهم اللي انا اللي قتلت يابر. انت قتلت يابر؟ ايوه قتلته قتلته. ايش يعني انت قتلت يابر يا حمزه؟ انت ايوه قتلته. بس انا ما كان قصدي اقتله. هو كان يبي يقتلني. دفرته في البحر طاح طعنته السكين مات. وليش كان يبي يقتلك؟ كان يباني اقتل ياسر. وايش قتله؟ ما رضيت طبعا وخاف لا اخبر عليه وطلع سكينته يبي يقتلني وصار اللي صار. ومتى صار هالكلام؟ اليوم الصبح في اللنج. وهين يابر الحين؟ احيده في البحر طايح ما اعرفه ما اعرفه. زين بسير عنك الحين. قلت لك ماشي طلعه يعني ماشي طلعه. ما حد يعرف انك انت اللي قتلته يا حمزه. هين انت بتصير؟ بسير اشوفهم احيدهم قالبين الدنيا عليه وما يعرفون هين ماشي. بتصير تقولهم اني انا قتلت يابر؟ طبعا لا. هيش انا مينون؟ هين انت بتصير؟ بسير اشوفهم هيش سووا وبحاول اوصلهم لين البحر. وانا
تجلس هني ولا تطلع من البيت لحد ما أجيك. إن شاء الله. بس عابد وعدني، وعدني إنك ما تقول حال حد. عفا عليك يا حمزة، نحن إخوان، طمن مثل ما قلت لك، لا تخاف. إن شاء الله. يلا صرت عنك، لا تخاف يا حمزة. سيد.